المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتواجدة في هذا الانطلاق، في هذا التحدي الصباحي ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه. هذه من غيرت على المركز الأول جواهر، سيطرت وتزعمت هذه الأعداد وتتربع الآن على عرش هذا الشوط، منطلقة في موقع المركز الأول تسيطر على مجريات هذا الشوط لعبد الله بن جابر بن حمد بن جابر، يتواجد أيضا مع المركز الأول. أبناء الشحانية حاضرين من أجل اللقب، حاضرين من أجل الرمز، الرمز الغالي الصباحي، متمنيا إن شاء الله لجميع المشاركين التوفيق والنجاح ومزيدا من التقدم في أيضا انطلاقهم الأولى. الله الله الله، هذه جواهر تسيطر على المركز الأول على مجريات الشوط. المركز الثاني خيرة، خيرة من تحتل الآن موقع المركز الثاني لجابر بن راشد بن محمد. الخيارين يسيطر أيضا بملاحقة جواهر اللي الآن تحتل المركز الأول. هذه خيرة مع المركز الثاني، لكن الحق بالمركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات. هناك الساعية، الساعية مع المركز الثالث لبخيت بن سالم بن محمد. المري يتواجد أيضا في هذا الموقع المتميز. المركز الرابع هزر مع المركز الرابع لعلي بن خليفة بن سعيد. الغفلي يتواجد في هذا النداء، وصل الإعصار الغربي، وصل بشعاره، وصل من أنجز وحافظ دائما على الرموز. هذه الظفرة، هذا الاسم الغني عن التعريف، تصل الظفرة لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع انطلاقة الظفرة اللي الآن تحتل المركز الخامس. الله الله الله، 1500 متر ما يفصلنا عن نهاية الشوط، ولا زالت جواهر تسيطر على مجريات الشوط على المركز الأول، منطلقة بكل قوة وبكل جدارة، مسيطرة على موقع المركز الأول. انطلقت جواهر نحو الناموس، نحو الرمز الغالي باندفاعتها لعبد الله بن جابر بن حمد بن جابر، يسيطر على المركز الأول. ولكن وصلت الظفرة، الظفرة مع المركز الثاني، الظفرة ورمانة، الظفرة ورمانة. ولكن أيضا من وصل في هذه اللحظات، يا بلشتكم من بلشه، يا سلام، وصل أيضا مشاهدين الأعزاء رياض بن ثامر السعدون مع بلشة، بلشة يا بلشتكم من بلشة. ولكن هناك أيضا هناك نبا، نبا مع المركز الثاني لسالم بن حمد بن سالم الجربوعي، والرمانة، رمانة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند، وحمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع هذا الشعار، هذا الانطلاق. لكن بلشة، أبناء المملكة العربية السعودية حاضرين ومتواجدين. نبا 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 نبا، الكاس الكاس، هذه نبا، نبا مع المركز الثاني لسالم بن حمد بن سالم الجربوعي. غيرت، غيرت على مقدمة الشوط، انطلقت مباشرة نحو المركز الأول. الله الله الله، هذه نبا، نبا مع المركز الأول، نبا مع الصدارة، نبا مع المقدمة. سلام شحاني، سلام، سلام لدولة قطر مع فوز نبا اللي احتلت المركز الأول. تهانينا لسالم بن حمد بن سالم الجربوعي على فوز نبا في المركز الأول. المركز الثاني اللي هي أيضا رياض بن ثامر السعدون، المركز الثالث وكان من نصيب علاج محمد بن حمد بن عتيق العامري، المركز الرابع كان من نصيب المشاهدين الأعزاء فرق لسالم بن محمد بن راشد اللي احتلت المركز الرابع والمركز الخامس. أيضا من وصلنا الظفرة لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري، تهانينا
وألف مبروك لفوز نبا وحصولها على الكاس، تهانينا وألف مبروك لسالم بن حمد بن سالم الجربوعي بفوز نبا وحصولها على هذا الناموس. مشاهدينا الكرام، نتابع أيضا انطلاقة الشوط الأول في هذا السباق لمسافة 5 كيلو، هذه الإعادة طبعا لشوطنا الأول لفوز نبا في هذه المسابقة لدولة قطر الشقيقة لحصولهم على أول شوط في هذا الصباح. نهنئهم في هذه المشاركة، نقول لهم ألف مبروك. النتيجة عندنا نخميس، النتيجة طبعا المركز الأول هي نبا ملك سالم بن حمد بن سالم الجربوعي المري، استاهل الناموس ولا بغير تعال الشعر هذا تزع الرمز، وكان شوط حامي بينه وبين بلشة، ولا قصرت بلشة اللي ثامر رياض ثامر السلمان السعدون المضمر صالح اليامي، بلشة طبعا غنية عن التعريف، وهذه طبعا هناك بعد غنية عن التعريف، شوط كلها كل يركض فيها أكثر طبعا كلها تستاهل الرمز، كل بينها الرمز، لكن لازم انها يصفى على واحدة وصفى طبعا على نبا. يعني ما شاء الله وتيم حدث اللي هو 27 ثاني تقريبا يمكن افضل تيم يسجل السنه هذه في الدوره، 7 دقائق و27 ثانية. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. نقول لهم مبروك على هذا الفوز ابو فهادي. كشفك نيس تهاني والناموس لمالك نبا سالم بن حمد الجربوعي على انتزاع الكاس، ويستاهل الجربوعي.